هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة احنا هنعمل فيه ماسك علشان نبقى كيكات للعيد. والماسك بتاع النهاردة سهل جدا وموجود عندنا كلنا وينفع لكل انواع البشرة. هو العنصر الاساسي فيه هو الموزة. فيلا بينا نروح نعمل الماسك ونيجي تاني. هعمل لكم ماسك لكل انواع البشرة، ينفع لأي بشرة، بس بنشيل حاجات ونحط حاجات. يعني البطل معانا النهارده هي الموزه. الموزه دي تنفع للبشره الجافه، تنفع للبشره الحساسه، تنفع للبشره الدهنيه عادي. انما بقى هنغير في ايه؟ هقول لكم. البشره الجافه او البشره الدهنيه هنعمل عسل وليمونه وموزه، هنعمل التلاتة دول بس. البشره الحساسه هنعمل موزه واي زيت عندك، زيت زيتون، زيت لوز، زيت جوز هند، براحتك. سهله سهله. هنعمل دلوقتي الماسك للبشره الدهنيه والجافه. البشره الحساسه تعمل موزه وتعمل زيت زيتون او زيت جوز هند بس، عشان الليمون ممكن يعمل لهم حساسيه. هنحط الماسك ده في وشنا، هنسيبه 10 دقايق، بنقعد نفرك فيه وشنا. غسلت وشي، طبعا مش عايزه اكلمكم على النعومه الفظيعه الخطيره القمر. دلوقتي هنروح نعمل مع بعض ماسك بياض البيض. احنا اتكلمنا عنه قبل كده بس ما عملناهوش مع بعض. يلا بينا نروح نعمله ونيجي تاني. تاني حاجه بقى معانا هي البيضه. هو الماسك عباره عن بيضه ومناديل وبس كده، خلاص مش اي حاجة تاني. سهل جدا وسريع كمان. هناخد بياض البيضة، هنخرم البيضة خرمة صغننة كده من فوق، ونحاول نقعد ننزل البياض بس. طبعا ما ترموش الصفار البيضة اللي هيتبقى، علشان ممكن نعمل بيه حاجات تانية. ممكن نعمل بيه ماسك لشعرنا، ممكن نعمل بيه ماسك لوشنا برضو. مهم مش هنرميها يعني. يلا بينا نروح نعمل ماسك ونيجي. خدنا البياض بس قلبناه كده شوية، تمام، وهنحطه على وشنا. هيبقى معانا مناديل، وهناخد بياض البيض كده اهو، هنحط على وشنا. انا بالنسبة لي بياض البيض ملهوش ريحة، فانتوا لو هيضايقكوا ريحة بياض البيض ممكن تحطوا معاه ماء ورد. طيب بصوا، احنا بنحط طبقة كده ونقوم حاطين المناديل عليه. الناس بقى اللي هي دايما بتشتكي من الرؤوس السودة، ده هيطلع لكم بلاوي. هيطلع الشعر البيبي هير اللي في وشنا.
بصوا بعد 10 دقايق هو المفروض وشك بيبقى مشدود كده وصف، ونشيل كده. ربع ساعة كده بيفتح جدا، بيشيل كل القاذورات اللي على الوش. من احلى الماسكات اللي ممكن تجربوها. كده بعد ما غسلت وشي، طبعا وشي منور زي ما انتوا شايفين، والمفروض بقى اخر مرحلة ان احنا بنرطب بشرتنا. لازم يا جماعة ترطبوا بشرتكم. انا خلصت الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش تحطوا لي بالم دلوقتي في بقكم، وانا هحط مية ورد على وشي كمرطب. خلصت فيديو النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي.